ورسوله والجاهدون في سبيل الله من أموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات من تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر ويقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله عن النوال كنتم خير أمة أخرجت للنار كنتم خير أمة أخرجت للنار تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحباب الكرام أخوان الإسلام أعظم شيء في هذه الدنيا هذا الدين الإسلام أعظم شيء وأغلى شيء في هذه الدنيا هذا الدين الإسلام سعادة البشرية كلها بمشارف الأرض ومغاربها بمجيء الإسلام في حياة هذا الإنسان. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا في هذه الدنيا بحدود أهلها عاشوا في هذه الدنيا بعقول أهلها. إيش معنى بحدود أهلها وإيش معنى بعقول أهلها؟ في قلوب أهل الآخرة ما كان عند شيء في قلوبهم إلا محبة الله سبحانه وتعالى جل جلاله الرحمن الرحيم جل جلاله عز وجل. ما كان عند شيء في قلوبهم إلا محبة حبيبنا وحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان عند شيء في قلوبهم إلا تشويق إلى الجنة والتخويف من النار. وما كان عند شيء في عقول تدور الا للفجار الاخره نجعل اهل الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين.
有样子，那么是什么？那下面来什么？那比如说几米热的，跟在几米热的，那这种中哪个？哪个更下去的？那不假的，这个人是管别的，一定是管错的。那不要这样说话，啊，那个，那个我们现在就是说话，那别说话。叫叫没一万，你说的话，叫人在什么？啊，他以为是啊，好心心的在那里头在在什么？好嘛，那个以为是啊，不知道。那边那边多少个人搞家的？那个人搞不一样的，那个人说那个话，以为是我说的那个，以为不知道什么？那以为是那个谁呢？以为是那个妈妈说养的。就几位我们的我告诉你我告诉你我在这些用用的来用用的多的我在这些用用的方法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 的现在要我就不给他别人我告诉你不给你啊不给他比较有意思啊啊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 啊我家里那个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 那الشرف في الإسلام الغنى في الإسلام العزة في الإسلام كنا أبناء فعزنا الله في الإسلام ومن يبلغ العزة في غير الإسلام فضل الله إن الدين عند الله في الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي لا تأتي عنكم الحساب إلا وحدك الإسلام أمر الله سبحانه وتعالى وحياة الرسول دائما وباطنا من وجد الله وجد كل شيء ومن فقد الله فقد كل شيء مرة من المرات كنا رويين لمركز نظام الدين وأنا الذي كنت أسمى هذا الكلام الشيخ عمر برنبوري رضي رحمه كان يقول كنت مريض فتشاور مشايخ الموجودين في نظام الدين فبعد مشرى ذهبنا إلى المستشفى إلى الطبيب فلما دخلنا إلى الطبيب فالطبيب قال لي إن المرض الموجود عندك مرض خطير أنت الآن معك مدة طويلة مدة قصيرة جدا ستموت لكن إن شاء الله سنأتيك أدوية هذه الأدوية ممكن تمشي حياتك لمدة 6 شهور الأدوية تمشي حياتك 6 شهور هذا القيمة وهي أدوية تمشي حياتك لمدة سنة هذا القيمة فأنت الآن تختار أي أدوية تريد في 6 شهور ولا سنة حتى تعيش في هذه القيمة هذا الطبيب كافر يقول للأسف الله يرحمه الشيخ عمر بنقوري يتربى في مركز ريوح من الصحابة تربوا في مدرسة الرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال قالوا فيه انفجار ما لدينا ذكر الله قل الألباب أهل العقول فالله يتمسكون بأوامر الله سبحانه وتعالى إلنا خلاص شمس مطر هواء ثم الله فالشيخ عمر قال لهذا الطبيب انا ما اريد ادويه بل 6 شهور ولا اريد ادويه بل سنه اذهب الى بيت الله مسجد بيت الرحمن
فيقول الشيخ عمر ما نحن ذهبت الى ريح ماري من الله نظام فيقول بعد 5 سنوات فقلت للجماعة أذهب نفس المستشفى اللي رحنا قبل 5 سنوات فذهبوا إلى المستشفى ثم شيخ عمر قال بعض الطلاب أذهب طبيب الثالث الثاني فقالوا له ذلك الطبيب مات من سنين طبيب يقال الشيخ عمر ستموت بعد أيام قليلة مات قبل الشيخ عمر فهذا اليقين المطلوب الآن يغرى في قلوبنا الشافي هو الله الطبيب من أجساد الشفاء الأدوية من أجساد الشفاء لكن الشافي الحقيقي هو الله دكاكين المحلات والسوبرماركات الوظائف من اسباب الرزق لكن الرازق الحقيقي هو الله وما من دابه في الارض الا على الله رزقها اذا زرعنا هذا اليقين في قلوبنا فيا انسان ستكون معني القوم من لقمه العيش والتوكل الحي الذي لا يموت ก็ต้องรอมาแล้วก็ต้องรอมาแล้วให้ได้ที่ต้องมาแล้วก็ต้องรอ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 ม
ท่านเลิกท่านเลิกท่านเลิกฟังจากเจ้าของมัตตุลีด้วยตัวของท่านเอง
ก็ขอเป็นคนรู้จักอ๋อหมอคนนี้เหรอชื่อนี้เหรอ
وظنين معك العجيلة نحن لما نذهب إلى أوروبا ونجدها في بلاد
تشرح هذا الكلام باستدلال هاي كتاب الله هذا الصلة إلا رحمه الله. لكن هذا الرجل تأثر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فتوبة رسول الله لا تشوف المسلمين بس شوف في هذا الصائم محمد صلى الله عليه وسلم من قبل. فقال اشعر الزيت انا خلي يقرا فبدت يشكرا لمن كان في الغدران قلت على الغدران من جلس يدخل في هذا الدين فان الشيخ انا وانت ندخل في هذا الدين يا الله اكبر. وقل جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان هذا الباطل.ความต้องการความสนใจต่างๆ
Dan sampai berjuang sampai hancur sekarang. Dan juga baik buang kerja. Buang kerja kerja lah. Ini adalah jangan tolong dan berpindah dengan wajah sudah lagi. Dan jalan sekarang dan tahu sekarang. Dan juga banyak kawan sampai ไม่เห็นนะถ้ารู้นะรู้เนี่ยคนมุสลิมเนี่ยแถวยุโรปเนี่ยประเทศยุโรปเป็นยังไงถ้าอยู่ไม่ต่างกับพวกเราเลยนั่นจะเข้าข้ามเลยนะนี่คือความคิดที่แตกต่างกันท่านบอกว่าผมเนี่ยมันกระลาปัจจัยนี้กระลาเราเอาได้ว่าเราอยากเอาคนเดียวเราต้องดูเราด้วยแล้วก็เราให้ที่มีคนเราเข้าใจด้วยถ้าเราออกคนเดียวเราไปชนะคนเดียวเราไปบ้านต่อบ้านเราไปประเทศต่อประเทศหาหมู่บ้านต่อหมู่บ้านคนเดียวผู้หญิงของเราไม่ได้ไปไหนอยู่ในนั่นแหละพอเราจะเอานั่นแหละมันจะฆ่าเราไม่ให้ออกนั่นแหละต้องให้หัวใจเหมือนกันความคิดเหมือนกันนะต้องหัวใจเหมือนกันความเข้าใจเหมือนกันเองต้องไปป้องกันอย่างที่เราจะก็แล้วก็พิจารณาไหนล่ะนั่นก็บอกว่าเนี่ยที่เธอไม่รู้เนี่ยเธออยากไปดูคนพวกนี้ถ้าเธอดูคนพวกนี้เธอจะไม่ต้องถามตลอดถ้าเธอต้องดูชีวิตที่ถูกต้องของมันได้ไหมเอาเล่นที่ไหนก็พยายามก็เริ่มอ่านเช่นนี้ก็เริ่มอ่านก็เหมือนกันนะอ่านแล้วอยากอ่านอีกอ่านแล้วอยากก่อนอ่านจนจบแล้วล่ะก็เป็นของท่านเองของเขาบอกว่าเนี่ยนะไม่ใช่นะไม่ใช่บางทีไงนะที่มันบางทีอะไรอย่างนี้เข้าเราท่านเนี่ยก็จะเข้าตามเนี่ยแค่เราจะนำชีวิตนั้นคือชีวิตให้กินได้ยากกินได้กินได้ยากนะก็ข้าราชการนี่แหละจากมาเทียนาแฟนาตู้ยูไปจนถึงเทเลซีตู้ยันต่อไปไปทำอะไรต่อไปทำอะไรจะได้เงินจากเงินจาก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 จطيب الشيخ إبراهيم هذا مرة في اجتماع قال لا تقصد الكلام طويل تقصد كيف تخرج في سبيل الله بس كقلت مرة من المرات 1964 ذهب رجل إلى الشيخ عبد الوهاب 1964 رجل ذهب إلى الشيخ عبد الوهاب الثاني الداعي فقال الشيخ عبد الوهاب أبا أذهب إلى ثانية حتى أتعلم وأرجع إلى باكستان وأكون طبيب فقال الشيخ عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال يا رجل هذا شيء طيب أنت تذهب إلى ثانية وتتعلم هذا العلم وتكون طبيب لكن أنت عندك شيء عظيم لما تذهب إلى ألمانيا أنت عندك شيء عظيم يعطيهم الأمر إلى الألمانيين فقال الباكستاني لشيخ السهاب إيش هو عظيم عندي حتى أعطيهم ألمانيين فقال الشيخ السهاب عند الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الإسلام تذهب في هذه الدولة هي إنقاذ بشرية من الظلمات إلى النور بالدين الباطل دين الحق ثم يقول هذا الرجل يا والناس في اوروبا الى الشيخ عبد الوهاب
يقول الشيخ الوهاب يجوز الإنسان أن يشتغل لا أن يأخذ معاش وهو يشتغل في دولة كافرة؟ فقال الشيخ الوهاب ما يجوز، لكن هذا الداعي يجب أن في أدب ساكت حتى يسمع ماذا يقول الشيخ الوهاب. ثم الشيخ الوهاب قال أنت ترضى تشتغل في عمارة، هذا العمارة رأس عمارة المالك يعطيك معاش ويعطيك الأكل، لكن يوم الثاني يذهب ليقتل أخوك ويرجع عندك أنت في الشغل يعطيك الطعام، ثم يوم الثاني يذهب ليقتل أختك. فهل يجوز أنت ترضى؟ فقال هذا رجل مارد، فقال هكذا الذي ممكن تغير نيتك الشيخ ابن هذا يقول تذهب إلى تلك الدولة بنية قاضية الغنية ثم هذا المعاش يكون حلال. فهذا رجل الباكستاني ذهب إلى المانيا وخذ هدايات من الشيخ ابن الوهاب، فلما ذهب إلى المانيا لم يسجد في البيت، وفي هذا البيت في إمرأة ألمانية كبيرة في السن. فالباكستاني له فكر بكلام الاتقاء الشيخ ابن الوهاب اللي هو يكون سبب في إطلاق الشريعة، كيف تقوم بوجود الدعوة وأنا وحدي؟ كل شيء تبع من الأتراك الموجودين في ألمانيا في ذلك الوقت، وهؤلاء الناس الأتراك ما عندهم دين، هم مسلمين، لكن ما صعب كيف يتطابق بين تركي وألماني الشعب. فهذا الرجل الباكستاني يقول في يوم من الأيام رفعت الأذان، الله أكبر الله أكبر، فإمرأة الألمانية سمعت الأذان فتحركت، شوف اسمع ايش هذا اليوم صار يبكي أذان في أول فاقة ثم إقامة ثم الصلاة. فبعد الصلاة امرأة ألمانية تقول لباكستاني ماذا كنت تفعل؟ فالباكستاني قال كنت أصلي لأعبد ربي، ولما أصلي لابد أرفع الأذان. فتقول امرأة حتى لما قمت بأذان الصلاة حسيت براحة فمن يوم غير كثير متغذي ايش حضرتني حتى اتي عندك واسمع هذا الاذان واشوف كيف اصلي. فقال الباكستاني طيب لكن هذه الصلاه ما وحي من المفروض احد من الناس المسلمين يصلوا معي. فقال لا تجيب الناس. فقال هذا الرجل الباكستاني كيف تاتي بالناس والماء عندكم غالي وانت ما تنظر؟ فقال انا راضي الان قد جاءت اي ناس وانا مثلا نقول بالمالك. فهذا الرجل الباكستاني الان يبحث المسلمين، فراى مسلم في السياره من تمليك الاوقاف، فهو الباكستاني قال سلام عليكم سلام عليكم برد يعني يا مال. فهو يقول لمسلم فقال من السيارة، فقال أنت مسلم؟ إنه هو الباكستاني عن لحية رمز الإسلام، امرأة حجاب رجل لحية والأندورة والزواج قصير. فهذا رجل مسلم قال السلام عليكم أنت مسلم؟ الباكستاني قال أنا مسلم. أنت مسلم؟ التركي قال أنا مسلم. فالباكستاني عارف والباكستاني قوي، فالاوروبيين لما شافوا هذه الحركات فقالوا تركي فيقصدك هذا الباكستاني هذا الطويل ماذا يفعل؟ الا هذا الجسم الطريف لان تركيا من الطريف. المهم باختصار احبابي الكرام، الباكستاني تكلم مع تركي فقال عبد الزيد انا هذا بيتي وأبغاك تقول يوم السبت ولا يوم الأحد. فجاء هذا الرجل
المسلم إذا نزل الفتي الثاني وقت الصلاة رفع الأذان الفتي الثاني، وهذه الكلمة الثانية جاءت اسم الأذان. ثم قال المسلم لا تصلي جماعة، فهذا الترمذي مسلم يقول لهذا الفتي الثاني ما تكون الصلاة في هذه الدولة، فإن هذه الدولة كافرة، لكن وعدك لما أرجع إلى تركي سأصلي تلك الصلوات في البلد. هذا خبر خطير. فقال الإنسان ما يجوز ضروري يصلي. زبدة الكلام قاموا يصلي مع بعض بعد صلاة الإنسان يأخذ يحجيه الله سبحانه وتعالى في الدعاء حتى فتح جمهور تنزل وتركي نفس الشيء يسكت بعد البكاء، لكن كان سكت وتركي استمر بالبكاء ثم سكت فالبكتاني قال لتركي لماذا بكيت؟ فتركي قال لبكتاني وانت لماذا بكيت؟ فالبكتاني قال انا كنت ابكي اطلب هدايه يا رب الله انها هؤلاء الاشرار هؤلاء الناس كانوا كثير وكثير وكثير يا الله كثير ظهروا لنا انت كانت جميعا، فكنت ابكي لاني اطلب هدايه من الله سبحانه وتعالى. فهو نفس اللي قال انا كنت ابكي لشيء اول نقطة بكيت اني انت كنت السبب لهذا الصلاة، فاحتسيت جراحة رجوع الى الاسلام. ونقطة ثانية ندم ندم من 20 سنة انا موجود في هذه الدولة ما صليت ولا مرة واحدة. نعم داخل الدقائق ان شاء الله فيشاور باذن الله سبحانه وتعالى ننشر هذا الاسلام اينما يكون ونتجول في مشارق الارض وغربها. اني في فاتيها الشيخ محمد بن حمدان الهيان جاء قبل سنوات قليله وخرج 40 يوم وقت الساعه 10 في الليل، فقال لشيخ موسى اللي موجود في فاتيها ابا اتجول الان في الليل في اختصار اي وقت اذان، فتجول الشيخ محمد بن حمدان الهيان فرجع الى المغرب ساهمتان في الليل في خبرني هذا الكلام مشكوزة رجع سهيلين البيت عنده 20 شاب عرب رجعوا إلى دين الله وخمسة أمتار قالوا في لقب الإسلام. فيا أحباب الله نقل في سبيل الله لأن أمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة أمة الشفقة، من لا يرحم لا يرحم، يرحمه من في الأرض يرحمه من في السماء، قال راجعون يرحمهم الرحمن. استعجلون إن شاء اللهให้ดื่มจากทำนะทำให้เราของโอกาสเกิดการเรียนรู้
ขาก็พาไปเป้าหมายคือไปเรียนแต่เขาก็พาไปพาประเทศของอิสราเอลมาแน่นจังไว้ก็ไม่เยอะทำเยอะมากก็เลยจะบ้านทางบ้านนี้ชาวบ้านนั้นแล้วก็ทางบ้านนั้นก็มีเรียนดีแก่ชาวอิสราเอลแล้วก็ตอนเวลาละหมาดเขาก็อาจารย์อ๋อคุณพ่อได้ยินแก่คนเนี้ยก็ได้ยินก็มองดูว่าคนอะไรคนอะไรนะพออาจารย์ทุกคนละหมาดก็ละหมาดคุณพ่อยินแก่ตัวเชื่อการเรียนก็ว่าถ้าพอวันต่อไปก็ทำยังไงก็ออกมาเรียนออกมาแล้วก็ไปละหมาดก็ทำถามว่าทำอะไรแล้วเนี่ยละหมาดแล้วเนี่ยจะไหว้ไหมจะทำพ้นอะไรทำอะไรแล้วเมื่อละหมาดแล้วนะจะรู้สึกอะไรที่ผมเมื่อเราไปเราก็รู้สึกแล้วก็เพราะว่าฉันละหมาดคนเดียวจริงๆแล้วต้องละหมาดหลายคนละหมาดคนเดียวนะไม่ได้ต้องละหมาดหลายคนแล้วก็มีคนที่ถามว่าแล้วทำไมไม่ให้คนมาละหมาดจะเรียกใครแล้วก็ที่จะละหมาดที่อยู่เลยที่แรกแล้วหลังจากหลายคนที่มีผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่เป็นไรฉันจะบอกเนี่ยแต่เราเนี่ยเราเนี่ยจะมีคนจะมีคนเยอะไปชวนกันแล้วก็ฉันจะให้ที่แล้วก็ฉันจะจ่ายให้ที่จะจ่ายแต่ว่าถ้าที่ที่ต้องต้องที่เยอรมันนะที่มันราคาแพงเท่าบ้านตามตรงครับแล้วงั้นก็ต้องนับใจนะเอามาเริ่มผู้หญิงแก่คนนี้แหละจะเรียนให้เป็นโรงพยาบาลให้พื้นที่ที่ทางให้นับไปตรงนั้นนับมีคนแล้วก็มีคนหนึ่งท่านว่านับมีข่าวแต่ตอนนั้นเพียงมีเขาดำเนินการขณะรุ่งใจทำคนท่านเราก็ไปนำไปต้องไปหาคนมาอย่างไรก็เจอกันเจอคนดูดีเจอคนดูดีก็เจอเห็นคนมาดีคนนี้มีเขาคนทำคนนี้ให้จะรับก่อนเราต้องรู้เป็นวันรู้นะคนรับก็รับคนทำว่าเส้นยังไม่ยันเส้นถ้าวันทำนั้นดูดีว่าไม่มีอะไรบ้างอย่างเดียวแต่คนได้ยังคือไม่มีแล้วหาทางคนแล้วแต่ท่านจะไม่ที่จะคุ้นชินทางก็พอทางก็พอที่จะแต่เขาก็บอกว่าในที่ทำอยู่นี่แหละอยู่นี่แล้วก็จะเป็นชวนทางนั้นแหละไปที่บ้านกันก็ต้องชวนไปที่บ้านแล้วก็ถึงเวลาละหมาดก็อาจารย์ต้องอาจารย์ก็ละหมาดเป็นคนที่โลภโกรธเขาว่าละหมาดคนนี้ก็ละหมาดตามปฏิบัติละหมาดที่นครอ่างนะเจ้าอ่างนะเจ้าอ่างพอละหมาดมิตรละพอละหมาดละนะปฏิบัติละหมาดไม่ร้องนะพอร้องไห้คนที่ก็ร้องนะร้องตัวละหมาดตื่นเต้นเราก็ถามท่านร้องทำไมจ้ะลงปฏิบัติธรรมเป็นเองร้องทำไมแล้วตรงนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะร้องทำไมปฏิบัติก็บอกว่าท่านร้องไม่เพราะเวลาตอนตัวอาเป็นคนก่อนแก่ก่อนแก่ให้คนที่นี่ทำหมดได้แล้วแล้วก็มีใจแล้วไปเข้ารับตามเมื่อท่านร้องไม่แล้วก็ดูมีต้องบอกว่าก็จริงร้องได้เป็นสองหนึ่งท่านร้องได้เพราะท่านนั้นเป็นอัศวะท่านได้อย่างไรท่านได้มาละมาท่านได้แล้วท่านได้ละมาท่านเป็นอัศวะให้ท่านได้ละมาการที่เราได้ทำละมาถูกฉันนั้นขอบคุณต้องที่เขาให้ฉันได้ละมาฉันจะคิดถึงได้ละมาที่คุณมีมาแล้วอัลลอฮ์คนที่เห็นเรื่องนั้นจะบอกว่าอะไรที่เห็น
في سن المدينة أو شعر في سن سنة بين عبد المدينة وما في سن هو مدينة سنة لو عامل هو لو عاشايا وطول شعرية تتكوني مع بين عبد المدينة في خوفة 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 سنة لكم انتو في كي نكو ما يجعل نتصول كان جولة كان جولة كان جولة بين عبد المدينة سنة ما في سنة كي dia kala dengan datangnya bidaya jadi nanti kalau itu buat saya saya dah cerita dia itu datangnya dia ai macam dia dan dah ini hamdan dah untuk kok buat dan nah ini dah mai on di bidaya dan bah ini macam dan dia kat ai ni ก็ได้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 
ลาดไปแต่ละนิยามจนถึงตีสองห้าแต่เราไม่ให้สามารถดูดูครับสามารถ